عن هذا الموضوع الذي سنتناول بداية. ينضم إلي من تونس الصحفي في جريدة الشعب صبري زغيدي، ومن لندن مدير المركز المغاربي للبحوث والتنمية جلال الورغي. إذن مرحبا بكم ضيفي الكريمين، وأبدأ معك إذن أستاذ صبري زغيدي عن هذه الصورة، خاصة ربما في ظل ردود الأفعال مع هذه العملية الإرهابية في سوسة من الدستور الحر، ربما بعض التصريحات للرئيس التونسي نفسه، الاتحاد العام للشغل التي ربما تلمح سواء بشكل ضمني أو بشكل مباشر وعلني لحركات الإسلام السياسي والأحزاب التي تتغطى بغلاف الدين في تونس وتشارك في الحياة السياسية وداخل قبة البرلمان، أنها هي التي تقدم هذا الغطاء السياسي للإرهاب بما فيه داعش. برأيك هل هذا هو ما الواقع الحال في تونس حاليا؟ ما هي أدلة هذا الرابط بين النهضة وائتلاف الكرامة على سبيل المثال وبين الإرهاب ومن يقدمون على العمليات الإرهابية؟ طبعا هو بالفعل يعني هناك مشكل، يعني المشكل ظهر منذ الاغتيالات السياسية، منذ اغتيال الشهيد شكري بالعيد والشهيد محمد الحاج إبراهيمي ومجموعة من كوادر الجيش الوطني والمؤسسة الأمنية. إلى حد اليوم مسألة التحقيق في مثل هذه الاغتيالات لم تظهر بعد إلى حدود يعني الشهر الفارط، عند عزل ما يسمى بوكيل الجمهورية البشير العكرمي المتهم بالتغطية على عديد العمليات الإرهابية. يعني إذا اليوم لم نتحدث بشكل واضح وشفاف في علاقة بالانتقال الديمقراطي التونسي، مسألة الاغتيالات السياسية طبيعي جدا سنجد مثل هذه العمليات المنفردة، ما يقولون العمليات المنفردة مثل ما حدث في تونس. المشكل في داخل المنظومة السياسية التونسية. ولكن عملية سوسة يتبناها داعش، يعني مع ذلك نجد الأطراف تتهم الأحزاب السياسية بعينها، النهضة ولا شك في هذه الاتهامات تقف من ورائها، يعني ما هو الرابط هنا؟ الرابط هي مسألة الاغتيال السياسي في حد ذاته، مسألة الإرهاب في حد ذاته، وضرب مسألة الانتقال الديمقراطي. اليوم نتحدث عن الجهاز السري في حركة نهضة، الى حد اليوم لا لا يعني بعد مجهودات من الهيئه، من هيئه الدفاع للشهيدين شكري بالعيد ومحمد الابراهيمي، بعد مجهودات كبيره والمجتمع المدني، فرضنا مساله دعنا نتحدث عن الجهاز السري. في اعتقادي مساله سوسة منذ يومين مرتبطة بحكومة المشيشي، يعني دعنا نضرب أو دعنا نخلق ارتباك في حكومة المشيشي حتى لا تعمل، حتى لا تعمل أو حتى لا تشتغل أو حتى لا تطرح مسائل أو غيرها من المسائل الأخرى. هذا مرتبط بمسألة الاغتيالات السياسية في تقديري. طيب أستاذ جلال، إلى حد اليوم لم لو سمحت لي أستاذ صبري، فقط أريد يعني أن أتحول الآن إلى أستاذ جلال ربما لرصد وصبر موقفه أيضا في إزاء هذه التطورات. يعني هل هو من سبيل المصادفة أنه كلما تآكلت شعبية النهضة وحلفائها أو حتى حوصروا في المشهد السياسي يظهر في المشهد التونسي الإرهاب والعنف؟ يعني هكذا صدفة بكل بساطة؟ تحية لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين أيضا. الحقيقة أنه الحديث على العمليات الإرهابية باستمرار يجب أن ينظر إليه في تقديري في إطار مركب ومعقد، وتفسيره بعامل واحد قد لا يساعد على فهمه وتفسير هذا الظاهرة المعقدة جدا والتي تتداخل فيها ثلاثة عناصر أساسية في تقديري. العنصر الأول هو أن الإرهاب اليوم هو
جزء منه ظاهرة عابرة للقارات، عابرة للحدود، عابرة للبلدان، ويضرب في كل مكان، خاصة العمليات المنفردة على غرار ما وقع في تونس أول أمس. وبالتالي لا نستطيع أن نزعم أنه هنالك عامل وحيد مثل ما قلنا. هذه الظواهر جزء منها عابر للقارات وعابر للحدود ويضرب في كل مكان، يضرب في أوروبا، يضرب في آسيا، يضرب في أفريقيا ويضرب. طب ولكن أستاذ جلال لو سمحت لي، لماذا كلما زادت عزلة الإخوان في تونس يظهر الإرهاب؟ لأن الاتهامات التي تتحدث عنهم، ولا سيما في ظل بعض الملفات السرية والجهاز السري، ربما كما أشار ضيفنا أستاذ صبري تورطهم في عدد من الاغتيالات، وربما هناك اتهامات ومزاعم تشير إلى احتضانهم وعلاقتهم بخلايا تأتمر بأوامرهم، خلايا نائمة. طيب أنا أجيبك بإجازة عن هذا، فقط تريد أن أشير إلى أن العامل الثاني هو عامل الاقتصادي والاجتماعي، وهو عامل متفاقم في العالم كله، وهذا يصنع بيئة للتطرف والتشدد، انتشار الفقر والحرمان وغياب التنمية الاقتصادية والاجتماعية. العامل الثالث هو عامل في الحقيقة حالة التجاذب السياسي داخل البلاد في تونس، ظهرت نوع من الاحتقان بين الأحزاب السياسية، وكلما حصل هذا كلما ضرب الإرهاب. أما بالنسبة لتفسير محاولة التفسير بربط هذا العمل الإرهابي بأنه كلما تراجعت شعبية النهضة أو كلما وقعت المصادقة على الحكومة ومحاولة بدئها في عملها إلا وضرب الإرهاب، النهضة هي الداعم الأساسي والمزكي الأساسي لهذه الحكومة. لا يمكن أن تزكي حكومة وفي نفس الوقت تتورط بشكل مباشر أو غير مباشر في إرباكها، وإنما مثل ما قلنا هي ظواهر يعني مركبة ومعقدة. وتقديري إن استغلال هذه الحادثة الإجرامية الإرهابية من أجل مزيد من الاحتقان السياسي وتوجيه يعني اتهامات مجانية لأحزاب وقوى سياسية على حساب أحزاب أخرى. طيب ممتاز أستاذ جلال، إذا كان هذا هو الموقف، إذا كان هذا هو الموقف في يعني وضعه في سياقه من تجاذبات السياسية القائمة حاليا في تونس، أستاذ صبري، ربما تماشيا مع ما جاء على ذكر أستاذ جلال، حتى ائتلاف الكرامة ربما دان نوع هذه العمليات، ولكن بالمقابل دان محاولة توظيف السياسي لهكذا عمليات إرهابية ومحاولة أو مساعي أطراف سياسية لتسجيل نقاط حسب ما قالوا على حساب ضحايا الإرهاب. أيضا هي مجرد يعني تجاذبات سياسية، ليس إلا هذه الاتهامات التي تظهر مباشرة بعد كل عملية إرهابية، لا سيما في هذا يعني المجال والمشهد المتوتر والاستقطاب القائم حاليا في تونس. قبل كل شيء لنتفق، في جلسة البرلمان التونسي عندما قدمت حركة النهضة أصواتها لحكومة المشيشي، وعديد الأطراف السياسية قدموا أصواتهم لحكومة المشيشي، لماذا؟ الكل خاف أنه رئيس الدولة سيدعو، إذا سقطت حكومة المشيشي سيدعو إلى انتخابات أخرى، إلى انتخابات استثنائية. الكل خاف، ونقوله نحن الصحفيون والإعلاميون والمتابعون، نقوله يعني أمام كل الناس، هؤلاء قدموا أصواتهم للمشيشي لأنهم خائفون إذا تكررت الانتخابات مرة أخرى سيسقطوا. هذا فلنقوله. أنا أربط بين تقديم حركة النهضة لأصواتها للمشيشي وليس ثقتها، وقالوها عديد القيادات في حركة النهضة، قالوها في مداخلاتهم في مجلس نواب الشعب، قالوا نحن قدمنا لكم أصواتنا ولم نقدم لكم ثقتنا. ماذا يعني ذلك؟ هم خائفون من تيار آخر، ما يسمى بتيار عبير موسي. حسب الإحصائيات اليوم عبير موسي هي اليوم، أنا منذ قليل مع بعض الأصدقاء
نظرت الى الاحصائيات، عبير موسى لها 36% من امكانيات يعني من احصائيات الترشح يعني في انتخابات مقبله، في الانتخابات او غيرها. طيب ولكن استاذ صبري لن تجبني على نقطه التجاذبات السياسيه ومساعي لتسجيل نقاط سياسيه هذه الاتهامات. واضح، هو واضح، هؤلاء قدموا الى المشيشي اصواتهم حتى لا يحل البرلمان، لانه اليوم يعني اذا كانت انتخابات قادمه كلهم سيخسرون، كلهم سيخسرون من خلال اليوم مثلا ائتلاف الكرام المتحالف مع حركه النهضه زعيمهم ما يسمى بالمخلوف اعلن انه تحالف مع قلب تونس في الامس الذي كان متهم بالفساد. يعني ترذيل المشهد السياسي، ترذيل المشهد السياسي، يعني مشهد سياسي متعفن. طيب تاتي ضربه الارهاب مع ردة فعل إلى خطاب رئيس الدولة، رئيس الدولة قالها مباشرة، هناك من يقف وراء ضربة الإرهاب يعني في سوس، لكن رئيس الدولة إلى اليوم لم يتشجع ويقول من ينظم الإرهاب في تونس. إلى حد اليوم للأسف لم يتمكن من أن يقول من هو المسؤول على الإرهاب في تونس، من هو المسؤول على ضرب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. طيب ممتاز، هو لأنك أشرت وعرجت على الرئيس أستاذ صبري، وهنا أريد يعني أيضا رأيك أستاذ جلال في هذا الموقف. الرئيس قال وهم من يريد أن يرتب من خلال هذه العمليات لأوضاع سياسية جديدة لأن الشعب لم تعد تخفى عليه خافية. من أي باب يغمز هنا الرئيس التونسي برأيك، خاصة يعني مع الجدل الكبير ليس فقط فيما يتعلق بالنهضة بل بحليفها ائتلاف الكرامة، جدل كبير وغضب في الشارع التونسي فيما اعتبر بأنه محاولة لتبرير الإرهاب بدل إدانته، لتبييض هذا الإرهاب، بدل الحديث عن الإيديولوجيا، بدل الحديث عن الخفايا والخلفيات والأدبيات التي تكرس للإرهاب والفكر المتشدد، يتهم المخابرات والاستخبارات الخارجية بالوقوف وراء كذا عمليات. بالنسبة لتصريحات الأستاذ قيس سعيد رئيس الجمهورية خاصة وهي تتكرر منذ أن انتخب إلى اليوم، في تقديري الوحيد المؤهل للإجابة عليها هو قيس سعيد نفسه، لأن حديث ملغزة وملغومة ليس فيها أي وضوح، ولا نعلم ماذا يريد بالضبط، ولذلك هو المؤهل الوحيد أن يفسره. ولعل من المعيب أنه يعني رئيس جمهورية يفترض أنه يعني يوضح للشعب وللرأي العام كل ما كان خاف أو كل ما يسميه هو مؤامرات في الظلام، تحاك في الظلام. بالنسبة لمحاولة التفسير مرة أخرى بأن القضية الإرهابية قضية أيديولوجية في تقديري، هذا يعني مجانب للدقة وللصواب. تقديري أنه باستمرار يجب أن نلتفت إلى القضايا الحقيقية التي تمثل بيئة حاضنة للإرهاب، وهي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة. طيب أدبيات الإخوان لا تتماشى مع الإرهاب برأيك والتطرف؟ يعني خاصة أن النهضة تاريخها لا يخفى من العنف إذا ما عدنا لبدايات التسعينات. تقديري الأدبيات التي توفر حاضنة للإرهاب والعنف هي الاستبداد والديكتاتورية والقمع والبراميل المتفجرة وغياب العدالة الاجتماعية والفساد وغياب الشفافية. أما الكتب، هؤلاء الذين ينفذون الإرهاب ويقومون بعمليات إرهابية أصلا أغلبهم أميين، والكثير منهم أميين، وبالتالي محاولة التفسير بالبعد الثقافي هو أصلا وقوع في فخ الاستشراق الذي يريد أن يصور الإسلام كأنه حاضنا للإرهاب. طيب. ممتاز أستاذ جلال، لأن الوقت بات يدركني، وأريد يعني في هذه النقطة يعني تعليقك أستاذ صبري. يمكن التمييز هنا ما بين إسلام سياسي معتدل يخوض غمار السياسة والله العظيم، يعني والله العظيم
يعني والله العظيم يعني مسألة مضحكة يعني. يعني الإخوان المسلمين يعني في تاريخ يعني منذ الخمسينات والستينات والسبعينات، هل لهم برنامج سياسي؟ هل لهم برنامج اجتماعي عذرا؟ هل لهم برنامج اقتصادي في اتجاه الشعب؟ وجدوا في الأردن، وجدوا في تونس، وجدوا في مصر، وجدوا في المغرب، قدموا إلا يعني الا الخراب، خاصه للمفقرين. اعطيني يا رسول الله، اعطيني برنامج اقتصادي واجتماعي للاخوان المسلمين. شو تقول لي برنامج اقتصادي واجتماعي؟ حركه النهضه اليوم منذ سنه 2011 الى حدود اليوم وهي محور الحركه، محور المشهد السياسي في تونس، هي من تحكم وتحكم بالحديد والنار. ماذا قدمت للشعب؟ قدمت إلا الاغتيالات، قدمت إلا الفقر، قدمت إلا القوارب الذاهبة إلى إيطاليا، قوارب الموت. ماذا قدمت؟ هذم ليسوا إخوان مسلمين، هذم إخوان غير مسلمين. فلنتحدث يعني بمعقولية يا رسول الله، فلنتحدث بمعقولية. لا يملكون برنامج اقتصادي واجتماعي، بل بالعكس نعم. هم قوادة للبنك العالمي وصندوق طيب. النقد الدولي. شكرا. للأسف انتهى وقتي. هم يضربون صبري. الاقتصاد الوطني التونسي. طيب شكرا جزيلا لك من تونس الصحفي في جريدة الشعب صبري زغيدي، وشكرا لك من لندن مدير المركز المغاربي نعم. للبحوث والتنمية جلال الورغي.